بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، قلنا إن معجزة القرآن العظيم لها نواحي متعددة. إحدى هذه النواحي هي وجود نظام رقمي يقوم على الرقم 7، تكرار الكلمات والحروف وتوزع الآيات والسور في القرآن الكريم يقوم على الرقم 7. هذا الرقم العجيب أيها الأحبة، بنى الله الكون على أساس الرقم 7. كل ذرة من ذرات الكون تتألف من 7 طبقات، لذلك نجد أن الكثير من العبادات يقوم على الرقم 7، كثير من الظواهر في الكون تقوم على الرقم 7، ألوان الطيف الضوئي 7، أيام الأسبوع 7، طبقات الذرة 7، حتى في العبادات الطواف 7 أشواط، الرمي 7 مرات إلى آخره، السجود على 7 أعظم، أشياء كثيرة جدا. اليوم سنتأمل 3 سور في القرآن تحمل اسم حشرات، هي النحل والنمل والعنكبوت. هذه السور الثلاثة أيها الأحبة الحقيقة فيها نظام مبهر، دعوني أتأمل معكم. طبعا أيها الأحبة، لدينا 3 سور هي النحل والنمل والعنكبوت. هل وجدت هكذا عشوائيا أم أن هناك نظاما، يعني تحمل نظام معين فيها؟ النحل والنمل حشرات منظمة أيها الأحبة، كأنتم تعلمون أن النحل والنمل هي حشرات منظمة تبني، تعيش في مجتمعات منظمة، يعني تقوم بالحفاظ على البيئة والتوازن البيئي، كما أن النحل ينتج العسل، النمل يقوم بتنظيف البيئة، كل واحد له عمل. النحل والنمل من الكائنات الأكثر تنظيما، حيث تشكل مجتمعات متطورة في عالم الحشرات. النحل أيضا لا يعيش منفردا أيها الأحبة، إنما يعيش ضمن مجموعات. طيب النمل، النمل أيضا يعيش ضمن جماعات تصل لمئات الآلاف أحيانا. طيب العنكبوت لا، بالعكس، سبحان الله، يعاكسهم في الاتجاه. فالحشرة، حشرة العنكبوت عشوائية، يعيش منفردا. النحل والنمل تبني بيوتا لتعيش وتستقر فيها وتتكاثر، العنكبوت يبني بيتا للاصطياد وليس للتكاثر، وليس بحاجة للبيت، لأنه أصلا الأنثى تأكل الذكر بعد التزاوج، والأنثى تأكل أولادها، والأولاد يأكلون الأم، ومجتمع فوضوي غير منظم سبحان الله. لذلك ضربه الله مثلا لمن يتخذ من دون الله أولياء، مثلا للملحدين، مثل الذين اتخذوا أولياء من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بالفعل بيت العنكبوت مفكك ضعيف من الناحية الهندسية ومن الناحية الاجتماعية، على عكس بيوت النمل والنحل، بيوت قوية وتصمد أمام الأمطار، مثل مستعمرات النمل تصمد أمام الأمطار وأمام العوامل الجوية. طيب هنا أيها الأحبة، نستطيع أن نقول إن العنكبوت حشرة تعاكس تماما النحل والنمل. طيب هذا التعاكس نجده أيضا في طريقة بناء هاتين السورتين. يعني سورة العنكبوت تجد أن النظام الرقمي فيها متعاكس مع سورتي النحل والنمل، سنتأمل ذلك. حتى يعني بعض العلماء يفضل ألا يصنف العنكبوت كحشرة، لأنها تخالف كل الحشرات في حياتها العشوائية، مع العلم أن العنكبوت له 8 أرجل على عكس بقية الحشرات التي لها 6 أرجل. طيب الآن أريد أن أرى هذا التعاكس رقميا، ماذا نفعل؟ سورة النحل رقمها 16 وسورة النمل رقمها 27. إذا قمنا بصف الأرقام كطريقتنا طبعا في اكتشاف النظام الرقمي في القرآن، نصف الأرقام فنجد دائما أعداد من مضاعفات العدد 7، دائما هذا الأمر يتكرر في ألف لام ميم، في الحروف المقطعة، في
أسماء السور، في أسماء الأنبياء، في الآيات التحدي، في توزع حروف سورة الفاتحة أو مثلا آية الكرسي أو أواخر القرآن. يعني هناك نظام يقوم على الرقم 7. الآن رقم سورة النحل 16 ورقم سورة النمل 27، هذين العددين أيها الأحبة عندما نضعهما هكذا حسب ترتيب المصحف، لأن سورة النحل تقع قبل سورة النمل، فنضع سورة النحل أولا 16 هكذا 16، ثم سورة النمل 27، العدد المتشكل 2716. هذا العدد من مضاعفات العدد 7، يعني إذا قمنا بتقسيمه على 7 يعني 2716 تقسيم 7 بيعطينا عدد صحيح 388، من دون فواصل، من دون كسور، من دون أي شيء. إذن هناك نظام في القرآن يقوم على مكررات العدد 7 أو مضاعفات العدد 7. الآن عدد آيات سورة النحل 128 آية، وعدد آيات سورة النمل 93 آية حسب مصحف المدينة رواية حفص عن عاصم. لدينا عدد آيات سورة النحل 128 وعدد آيات سورة النمل 93 آية. السؤال هنا، هل يمكن أن نجد تناسق مع الرقم 7 أيضا؟ دعونا نضع آيات سورة النحل 128 وبجانبها آيات سورة النمل 93، سيتشكل لدي عدد هو 93128، هذا هو 93128. هذا العدد أيضا مضاعفات العدد 7، يعني انظروا أيها الأحبة 93128 هذا العدد قلنا يمثل آيات سورة النحل هنا هنا وآيات سورة النمل. إذن آيات سورة النحل وآيات سورة النمل، إذا قمنا برصف وصف هذين العددين نجد عددا من مضاعفات العدد 7، أي إذا قسمناه على 7 يعطينا عدد صحيح هو 13304. إذن أرقام السورتين يشكلان عدد مضاعفات 7، و أعداد الآية أعداد آيات السورتين أيضا يشكلان عددا من مضاعفات العدد 7. إذا هنا رأينا تناسقا سباعيا لأرقام السورتين وتناسقا سباعيا لعدد آيات كل منهما. والآن ماذا لو دمجنا جميع الأرقام في عدد واحد؟ هل يبقى هذا التناسق قائما؟ لنتأمل هذه الأعداد ونكتب من جديد أسماء السورتين ورقم كل سورة وعدد آياتها. يعني نكتب سورة النحل هنا أيها الأحبة رقمها 16 آياتها 128، سورة النمل رقمها 27 وعدد آياتها 93. لاحظوا نسير بنفس النظام. إذا نكتب 16 128 27 93. إذا هنا هذا العدد رقم سورة النحل وعدد آياتها، هنا رقم سورة النمل وعدد آياتها، يتشكل لدينا هذا العدد طبعا هنا أيها الأحبة 932,712,816. هذا العدد الذي يمثل رقم وآيات سورتي النحل والنمل بالترتيب أيضا من مضاعفات العدد 7. يعني لو قمنا بتقسيم هذا العدد الكبير على العدد 7 هنا نجد عددا صحيحا، هذا هو، نجد عددا 133,244,688، عدد صحيح. إذن يعني هنا نلمح نظام رقمي، القضية ليست عشوائية، يعني أعداد هذه الآيات، آيات كل سورة من السورتين، أرقام كل سورة من السورتين، جاء بنظام سبحان الله وليس عشوائيا. دعونا نتابع أيها الأحبة. أنا لدي هنا تناسق سباعي لأول آية وآخر آية من سورة النحل.
أول آية في سورة النحل رقمها 1 وآخر آية 128، لأن عدد آيات سورة النحل 128 آية. فأول آية رقمها 1 وآخر آية رقمها 128. عندما نضع هذا الرقم، يعني الرقم 1 هنا والرقم 128 إلى جانبه، يتشكل لدي عدد 1281. إذن احفظوا دائما أيها الأحبة أننا نستخدم طريقة صف الأرقام ونجد عدد مضاعفات السبعة دائما. هذا دائما في القرآن. وقد استخرجنا بفضل الله عشرات الآلاف من هذه التناسقات، لم ننشر منها إلا القليل جدا، يعني معظمها غير منشور بعد. فنحن نريد أن نعطي أمثلة فقط، أما القضية واسعة جدا، و يعني العمر لا يكاد يكفي لاستخراج كل هذه الأمثلة من القرآن العظيم. إذن أنا لدي أيها الأحبة سورة النحل، الآية الأولى رقمها 1، الآية الأخيرة 128. مصفوف هاتين الآيتين، المصفوف يشكل 1281، إذا قسمناه على 7 يعطينا 183، عدد صحيح. إذن هو من مضاعفات العدد 7، سبحان الله. طب هذا التناسق أيضا نجده في سورة النمل، دعونا نرى. رقم الآية الأولى هو 1 والآية الأخيرة 93، يتشكل لدينا عدد 931. هنا أيها الأحبة، الآية الأولى رقمها 1، الآية الأخيرة 93، لأن عدد آيات سورة النمل 93، فأول آية رقمها 1، آخر آية 93. فعندما نصف هذه الأرقام كما وردت في القرآن، يعني رقم 1 ورد أولا ورقم 93 ورد أخيرا، نصفه بنفس الاتجاه، ينتج لدينا العدد 931، نقسمه على 7 يعطينا 133. إذن هو من مضاعفات العدد 7 أيضا، سبحان الله. هنا أنا لدي تناسق سباعي متعاكس في سورة العنكبوت. قلنا العنكبوت يخالف هذه الحشرات، يخالف النمل والنحل. سنجد أن الأرقام تسير بالعكس، دعونا نتأمل. بما أن حشرة العنكبوت تعاكس النحل والنمل، أيضا هناك تعاكس من حيث النظام الرقمي. رقم سورة العنكبوت هو 29 وعدد آياتها هو كم؟ 69. إذن رقم السورة، سورة العنكبوت 29 وعدد آياتها 69. لو قمنا بصف هذين العددين، يعني 29 ثم 69، ينتج عدد هو 6929. هذا العدد ليس من مضاعفات السبعة، ولم أجد له أنا دلالة معينة، إلا إذا عكسته هكذا، إلا إذا عكست الأرقام، قرأت من اليمين إلى اليسار هكذا، يعني تقرأ العدد هكذا من اليمين إلى اليسار، يعني تقرأ 9296. إذا عكسنا هذا الرقم، أي قرأناه من اليمين إلى اليسار، تصبح قيمته 9296، ويكون بذلك قابلا للقسمة على العدد 7، يساوي هذا العدد طبعا معكوس العدد الأصلي الذي هو رقم السورة وعدد الآيات. إذا عكسناه هكذا، لماذا قلنا إن العنكبوت حشرة تعاكس النحل والنمل؟ فلا بد أن نجد هذا التعاكس أيضا في الأرقام، يعني سبحان الله، وكأن الأرقام تنطق هنا أيها الأحبة. فهذا العدد قلنا بعد أن نعكسه يصبح 9296، إذا قسمناه على 7 يعطينا عددا صحيحا 1328. سبحان الله، يعني حشرة العنكبوت تعاكس النحل والنمل من حيث النظام الاجتماعي، من حيث البناء البيوت، من حيث التنظيم، من حيث الترابط الأسري، من حيث كله متعاكس. حتى عندما جئنا ندرس النظام الرقمي وجدنا نظاما أيضا متعاكسا، سبحان الله. يعني هذا من أغرب ما رأيت أنا في القرآن الكريم.
طبعا هنا حتى هناك في سورة النحل والنمل وجدنا أن رقم أول سورة وآخر سورة مضاعفات السبعة، هنا يجب أن نعكس الرقم. رأينا كيف جاء رقم الآية الأولى والأخيرة في سورة النحل بتناسق سباعي، ويتكرر هذا التناسق السباعي لرقم أول آية وآخر آية من سورة النمل. طيب ماذا عن العنكبوت؟ العجيب أننا نجد تناسقا معاكسا في سورة العنكبوت، عكس تماما. فرقم الآية الأولى هو 1 ورقم الآية الأخيرة هو 69، هي عدد آيات العنكبوت. إذن 1 و69، عندما نقوم بصف هذين الرقمين، يعني رقم أول آية هنا ورقم آخر آية، نحن نتحدث عن سورة العنكبوت أيها الأحبة، نجد العدد 691، يعني هذا أنا لم أجد له دلالة إلا إذا عكست الرقم، فهذا العدد لا يقبل القسمة على 7، ولكن إذا عكسنا اتجاه قراءته، يعني نقرأ من هنا إلى هنا، يعني 196، يعني 196، 196 هذا العدد من مضاعفات السبعة، سبحان الله، يعني لا ينضبط العدد إلا إذا عكسته، شيء عجيب، يعني هذا من الأشياء الغريبة في القرآن الكريم، أنك تجد أن الأرقام تتبع يعني المعاني، يعني النظام الرقمي ليس نظاما أعمى أو عشوائي، لا، هو نظام يحاكي ما تتحدث عنه أو ما تمثله، يعني هذه الأرقام عندما تعاملنا معها في النحل والنمل وجدنا أن الأرقام تسير في اتجاه معين، عندما ذهبنا للعنكبوت وجدناه يسير في اتجاه معاكس، لأن حشرة العنكبوت تعاكس بقية الحشرات المذكورة في القرآن الكريم، سبحان الله. إذن رقم أول آية وآخر آية معكوسا يساوي 196، هذا العدد لو قسمناه على 7 يعطينا 28 عدد صحيح. طيب النتيجة اليوم أيها الأحبة أن النظام في التعاكس الاجتماعي بين النحل والنمل من جهة، وبين العنكبوت من جهة أخرى، نراه أيضا أو نرى تعاكسا في النظام الرقمي بين سورتي النحل والنمل من جهة وسورة العنكبوت من جهة ثانية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عجائب القرآن التي لا تنقضي. ويبقى السؤال، هل كل هذه التناسقات بهذا النظام البديع جاءت على سبيل المصادفة، أم أن الله تعالى هو الذي أحكم آياته وأودع فيها هذه التناسقات العددية لتشهد على صدق كتابه العظيم؟ طبعا بالنسبة لمن يحب أن يرجع للمقالات الأصلية موجودة على موقعنا الإلكتروني كحيل7.com أو .net، بالإضافة لتطبيق الكحيل على جوجل بلاي، بالإضافة لكتاب إشراقات رقم 7 وبقية الكتب الموجودة طبعا للتحميل مجانا، مثل موسوعة الإعجاز الرقمي، كلها موجودة على الموقع الإلكتروني، يمكن لمن أحب أن يبحر ويتعمق، بالإضافة لمن أحب أن يتأكد من هذه النتائج يرجع إلى برنامج إحصاء القرآن العظيم، برنامج إحصاء القرآن العظيم موجود أيضا على الموقع للتحميل مجانا، تستطيع أن تتدرب على هذا البرنامج وهو سهل جدا، وأن تجلس وتكتشف بنفسك عجائب هذا القرآن العظيم. أنا أدعو كل إنسان أن يتأمل في عجائب القرآن ويكتشف بنفسه هذه الأعداد الرائعة، وكيف يعني هذه التناسقات تتجلى بهذا الشكل البديع لتشهد على أن هذا القرآن كلام الله. ويبقى قول الله تبارك وتعالى كقانون إلهي ثابت ينطق بالحق، مهما تطور العلم ومهما اكتشفنا نجد هذا القانون، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.